التجاري وفا بنك. تجاري وفا بنك. فين صباطي فيلو؟ فين صباطي؟ لا سارة السلام عليكم. هاي هاي بلجيكا ها الفلمانية ها الفرنساوية ها الدارجة ها الشمحانية تبارك الله ما عندي نسالكم مرحبا بكم ليا الشرف انني نكون معكم اليوم هنا في اونفيرس نوفيدير Yeah.
ولا بس هز بيكون كمين الحباب يا ما شاء الله هذا عدفة كل شيء تلفوك يلا مغربة سما هز بارك الله ليكم نشطين فرحانين ديما كنبغيكم مبتسمين اليوم ان شاء الله غنعيشوا سهرة تميزة غادي نشطوا غادي نضحكوا غادي نفرحوا غادي نضحكوا غادي نتشجعوا غادي نحيحوا وكل شيء يا سلام عليكم يا سلام قول لي اسمح لي اليوم ان شاء الله غادي نفتتحوا الحب ديالنا بواحد الفكاهي مغربي تبارك الله من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سميتو رشيد نارون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رشيد نارون صافين عقبين عليها دوت لي خطا جوج مكان شي زبون هكا شي خايب لا لا كلين الحق اكسبريو كلين لا Mijn vrouw werkt, ik heb een vrouw. Mijn vrouw werkt vanochtend, dank u wel, ik ga jullie straks aanraden. Mijn vrouw werkt vanochtend wakker, even opletten dames en heren. Mijn vrouw werkt vanochtend wakker en die zegt tegen mij, ik heb trouwens een Marokkaans vrouw, hoog opgeleid, ze komt uit de bergen, echt waar. Mijn vrouw zegt tegen mij, Rashid, ik heb vandaag gedroomd dat ze gaat optreden in België. Allemaal mooie mensen, lelijke, dat zit helemaal voor haar. En mijn vrouw zegt tegen mij, even op, hey, rustig, hij is een goede vriend van mij, hij krijgt mijn geld van mij. En mijn vrouw zegt, Rashid, ik had gedroomd dat je vandaag gaat optreden in België. Iedereen is weg van jou en jouw show was goed en je zag er ook goed uit. En Philip de Winter zat ook in de zaal. En Philip de Winter moest lachen om jouw grappen. En Philip de Winter was helemaal weg van jou. En trouwens, ik heb niks tegen Philip de Winter. Dat is Geert Wilders van jullie. Want ik, vorig jaar heb ik ook gestemd op Geert Wilders, want ik ga toch terug naar Marokko. Maar ik vind het erg als Philip de Winter om mij lacht. Dat vind ik niet erg, maar ik vind het wel erg als mijn vrouw om Philip de Winter droomt. En ik, trouwens, ik kom uit een klein Marokkaans dorpje in Amsterdam-West. Ik heb gehoord van de Amsterdammers hier in de zaal. Mag ik straks met jullie terugrijden? Nee, maar ze zeiden tegen mij, als je Hollanders hebben, snap ik Marokko, is goed te zeggen hoor. Maar ze zeiden ook over Belgen. Ze zeiden dat Belgen dom zijn. Hollanders zeggen altijd dingen over Belgen. Ze zeggen Belgen, ja, zijn dom. Ik vind Belgen niet dom. Want ik liep hier op straat en ik zag een Belg. Ik zei tegen Belg, hey Belg, want ik wist niet hoe die heet. Hij zegt, wist jij dat je dom was? عجبني السيد والله اول مره كنشوفه في جرسان تبارك الله عليه بنمو اخواتي ما بحالش المكسور كلشي مزيان سكسان على سكوت شتي شو كي داير هاد الكلمه عندهم حنا المسخوط شتي كل شي واحد من المغرب قول ليه وكلشي عندكم غير انا سخوط مسير شي دك دابا معنا واحد الفكاهي مغربي كبير فكاهي اللي عطى بزاف الفكاهة المغرب واحد من ألمع النجوم ديال الدنيا شكرا لكم بزاف على هاد الزغاريت من حشاني بزاف اللي تلاقينا في هذه المدينه الجميله ومع هذا الجمهور الجميل الجاليه المغربيه القاطنه بالخارج ولكن انا كتبان لي الجاليه القانطه بالخارج وحنا جينا نفاجئوا على خوتنا المغاربه ونشوفوا فينا ريحه المغرب. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم لان بقيت كنتسارف اونفيرس تلفت بيني وبينكم انا دوزت يعني بديت زناقي كل زناقه كندوز فيها ثلث ساعه بس ملي كنمشي
ساعة ونص وانا قدام الروضه الروضه ديال انفيرس وكيقول لك في المغرب عندنا برلمان ما فهمتش انا وفي لي مال برلمان قدام الروضه الناس مجبدين في الخام الناس ناعسين وما كينوضوش يخونوا البلاد بحال اللي هي كينعس صافي كينعس صافي خدم ادى الواجب في انفيرس غينوض ليه منو سيدي ربي الكريم حنا كينعسو بين 12 و2 وكينوضو يكملو الفلوس ب 14 وكاين اللي ما كينعسش كاع كيبقى فايق خاصه من الصباح خصو يكمل الفلوس باش يفطر مشكل وغير الزناقي عندكم هنا كيسطيلو الضو الاحمر انا مصيبه في المغرب خرجت واحد المود هو ديال السير قتلونا النص في المغرب مات باقي ما حفظناهاش دابا مود هو السير تريدلس ولا كلشي مخلوع كلشي خايف واحد النهار في الطاكسي انا مع ولد طاكسي بدو العمر قلت خويا راه الدور خضر شحال زين قال لي تيختار مزيان واش هذاك نوع اختار ولا النعناع كيفاش تيختار مزيان كلشي ولا خايف بركوا عنا المدونة وي وتاتا هي صحيحة كيدوخو علينا وشوف يا اخي هاد الدولة عندنا ما صابوك يجيبوا من الخارج غير المدونة ديال قانون السير جيبوا لنا المدونة ديال توظيف الشباب جيبوا لنا المدونة ديال حقوق الانسان في المغرب جيبوا لنا شي حاجة نقرروا حنا نسابقوا عليها خلاص ربعة ديال الطرق في يوم اليوم وبنكة حدا تما وحمام بلدي والشواية قالت لك لاكية ديالها الشواية هي اللي في لاكيس اللي كنخرجوا نخلصوا وبيني وبينكم كاين شي طوموبيلات المغرب محكورين ايردوز كتخلص غير بيم اسمح ليا خاص ايردوز ما تخلص لا تعتبر ما فيها انا لله وانا اليه راجعون راه هذاك النهار هزبرتو ولادو ركبو فواحد الكاركات غادي ندير لك مولاي يعقوب جا من الجر كانو شي سردي قديم ودوك كيحكو هزبرتو ولادو الكاركات عندها فيكاس هنا جبدو بجديد خرج قالت لي ما بغيتش تمشي هنا باغا بروي غادي هو بركو الفاس يتلعب مولاي يعقوب فيه الكبريت باش يحيدو الجر دخل في الطرق تهزت وحدها قال ما بغيتش تي فابور وصل الفاس قال لي 97 درهم قال لي زيد دير 4 دراهم وخذ طوموبيل ودراري لا ما وصلتها انا عندنا الطروط بحال شد زياده بحال الشبكه هكا قال لك شدك الرادار عمرني ما شدت انا شي رادار في الشجر واش هذا بوليسي ولا فخ مخزونك في الشجره كنت تزوم كيدك ها داك النهار انا جابنا سكران دخل في الشجره طاح واحد جداميه وقعد قلت له سبحان الله الشجر ديال المخزن سبحان الله كنت نحول له 10 درهم مليون فلاتة نوصي ودير لنا الرادار قال لك يصورونا بشحال غاديين وصورونا بشحال داخلين على ولادنا صورت في ما عندي ما حالي الصحراء مغربية وتبقى مغربية وحنا ناشطين في هاد البركة وإلا كيعجبكم الشعبي عندنا الشعبي مازال نزيدو نغنيو أغاني كوميدية ساخرة في قالب شعبي النغز أنا حضرت واحد اللقطة في المطار الدري رد ماما عرفت فيها الحال قالت لي أتونسيون صافا شيري ويلي راه شي مغربي اش درتي عاش تبوك اش درتي اجي انا ما عمري ما شفت انا شي بلاد في العالم الدراري الصغار كنتعاملوا معاهم بالموت باس
دري القاوريه كتقول ليه با دوغمير با مونجي هنا لا تيتي ميمي ديدي خيخي كاكا بيبي وحده عنديش قالت للولدها جمله مفيده ما تفهم فيها حتى حاجه يلا تيتي باش دير ميمي واش دير ميمي ولا درتي بيبي ديك ديدي عمرك شتي شي شعب كيعلم الدراري الصغار الكلمات ديال الحيوانات بالاصوات ديالهم ها ميو ميو ها هاو هاو ها بع بع الحمار اللي ما طولي تشاد ها مشكين انا فرحان والله الا فرحان نهار كبير انت من الصباح انت تشوف فيك انا كلشي كيضحك وانت دير مخنزر مشات المادة مشات علي طاحت لك دوزورو الدنيا هذا اضحك ابتسم ابتسم شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ ها؟ ميامي؟ ميا نوح؟ بيزو من السجاب؟ مليح كنو مليح؟ واش شكون من هالسو؟ شحال يبدو عفاك؟ زيد صور زيد 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 السلام عليكم كنسلم على امي ناري مع من تسعة إلا إلا بقيت العرض أنا صبر اليوم إكسكيوز مو جنتين واش نقدر نبوس دابا انت تصور معاه نخليو معايا توا واش انا ما كبرتش ولا هو اللي كبير انا يلا نجيك سروال ياك انا معك بلا وشرا يا العقا يا ميمي ميمي
وسميتو كنقول ليها عاوتاني عمر. الله يرضي عمر. سافا؟ سافا الله يبارك فيك. واش الاسم ديالك؟ شاني الوالدي. زوج؟ نعم سيدي. هاكل بس هاكا سيدي والدي. انا ضحك اسمع عندكم شي كلمه. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه السهرة. اسم تجاري وفا بونك، كنرحبوا بكم اليوم في هذا اللقاء. تجاري وفا بونك اليوم حاضرة كنرحبوا بكم عندنا في الوكالات. كنشكركم أولا اللي راه عندنا واحد الوكالة ثانية اللي كتدعم الوكالة الأولى اللي كاينة في تون هاوس بانك في كيل. كنرحبوا بكم في اي وقت بغيتو تجيو عندنا. دونك كاين تون هاوس بانك بورغراف وكاين كيل. العنوان ديالها سانت برنارد ستاندر، يعني قريب من ابتيت ستراس. الخدمه ديالنا معروفه، كنحولوا الاموال للمغرب، هذا معروف ترونسفير. واليوم هذه الايام كنخبروكم بان الصرف راه مزيان، راه كيفوت 10 مليون. شكرا للناس. رضي عليكم الناس. واش كاين هنا باش نعرف نتيست شويه المدن، اكثر مدن حاضرين معنا غادي نعرفهم من خلال الحراره ديالكم. كازا، نادور، عمري ما شفت نادور في تعمرات هادشي، حسيمه، والله العظيم بالي انا بلجيكا بلاش ما عاد نشرح عليهم ونستعملهم. نادور الحسيمه تبارك الله بزاف. وجدة بركان صافي تبارك الله عليكم. مراكش طنجة رباط رباط كاين جوج. تبارك الله عليكم. تحية لجميع المدن المغربية وتحية للمغرب. وأنا قررت ان شاء الله انني ندير البونك ديالي عندكم تجاري وفا بونك، ولكن بشرط تعمروا لي. فرح انا غنجي نحطو حط لي شي هيا خيرك هذيك ديال بابا. اصلا انا عندي في البونك 500 درهم. ولا في الجديد بالنسبه للعام هذا الانسان يقدر يدير التامين يدفع له استطاع من هنا والغنم في الجيكي ديالو ما كاين حتى شي مشكل. وبالنسبه للتحويل الصرف عندنا مزيان كنقولوها ونعاودوها. وبالنسبه للشباب اللي بغاو يديروا استطاع الكونت ديالهم هنا في المغرب ما كاين حتى شي مشكل، يقدروا يحلوا حسابات معنا هنايا كما كتقولوا بزاف في الاسباريتي ما كاين حتى شي اشكال. بالنسبه للغات ما عندنا حتى شي مشكل، مره حاسيو التمازيغ الحسيمه الناظور بركان وهادشي اللي كاين. نقدم لكم الصرف. الصرف حاليا كيدير 10.85 ما غاديش تقول. وكاين واحد المعلومه كتوصلنا مؤخرا، الناس كياخذوا معاهم الفلوس للمغرب وكيصرفوهم تما. كنصحوهم باش يجيو من الاحسن يصيفطوهم من عندنا ويمشيو في تامين ويصرفوهم. تحقيقاتكم النادي على الابطال ديالنا اللي طلعوا قبيله باش نعطيهم دي تروفي. شدوا معنا، شدوا معنا الثلاثة بكم، شدوا. تحقيقات زوجة أخرى على ما عندكم. طيب
انا صراحه من غير الضحك حنا كمغاربه فخورين بان يكون هذا الابطال من هذا الحجم هذا ويشرفني ايضا انني استقبلهم في مدرسه رشيد الشوقي كما استقبلت بدر هاري بارك الله عليكم رشيد صور الماي شكرا شيخ سحر عليهم الاخرى Thank you.
الاخوات تصفقوا واحد الصفقه حاره الاخ رشيد العلاني. شكرا لكم، بارك الله فيكم. ناس اي ناس كرسيتي صحاب المغرب، تحياتي لكم وديما مغرب. شكرا. راح تلقى رشيد الصوت رشيد 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 رشيد